السلام عليكم. حضرتنا هذا الأسبوع about biochemistry of cancer, etiology of cancer. All cancers are multifactorial in origin. They include genetic, hormonal, metabolic, physical, chemical, and environmental factor. Most human cancer are spontaneous. فكل أنواع الكانسر هي بالأصل من عدة عوامل. هذه العوامل أما تكون جينيتيك جينية أو هرمونية أو أيضية إنه بمسارات الميتابوليزم أو فيزيائية أو chemical and environmental factor أو كيميائية أو بيئية. معظم الكانسر بالهيومن يكون spontaneous تلقائي. All cancer originated usually from one apparent cell which goes on to multiply and produce a tumor mass. One mutation occurs out of 6 times cell division. إنه الميوتيشن اللي يحدث ممكن يسبب 10 مرفوعة للأس 6 cell division انقسامات بالخلية. By the time person reaches adulthood, about 10 times 26 cell division have occurred. بالألدرلي بالبالغين بالعمر اللي يعني يحسبوهم انه ما بعد الستين انه ممكن انه هاي السيل ديفيجن يزداد الى 10 أو 26. فال انه كل ما يكون النمبر اوف ميوتيشن اكيوميليتد, hence the statistical probability of the incidence of cancer is increased. No wonder cancer is disease of old age, especially after 60 years. فإنه يقول إنه بسبب تراكمات هذه الميوتيشن حيكون نسبة بتقادم العمر إنه خاصة ما بعد عمر 60 سنة إحصائيا وجدوا إنه تزداد نسبة الإصابات بالكانسر. خلينا نعرف شنو الميوتاجين. الميوتاجين هي any substances which increases the rate of mutation can also enhance the rate of incidence of cancer. أي مواد اللي تزيد من سرعة الميوتيشن التغير بالجين واللي تزيد من سرعة حدوث الكانسر تسمى الميوتاجين. Therefore all carcinogens are mutagen. كل الكارسينوجين هي ميوتاجين, لكن مو كل الميوتاجين هي كارسينوجين. هسه نعرف ليش, لأن كل الكارسينوجين مسببات الكانسر هي تزيد نسبة حدوث الكانسر وتزيد سرعة الميوتيشن. لكن مو شرط انه تكون الميوتاجين انه اكو اشياء تسبب تغيرات بالجين لكن ما تحدث كانسر. فممكن انه كل الكارسينوجين هي ميوتاجين لكن مو كل الميوتاجين هي كارسينوجين. اكزامبل الاكس راي, جاما راي, الالترا فايوليت. سم هيومن كانسر ار كوزد باي كيميكالز. ذيس مي بي انتروديوس انتو ذا بودي باي مينز اوف occupation أو الدايت. إنه بعض أنواع السرطانات اللي تحدث بالبشر تسبب بسبب تحدث بسبب مواد كيميائية. ممكن إنه تكون occupation يستنشقها أو يتعرض لها الشخص مثل الأنيلين أو الأستوس أو الأشس اللي مركبات الأسبستوس. الأسبستوس هي أيضا الكيميكالز اللي ممكن مجرد ما أنه تتعرض لها ويا الأني لاين تكون كارسينوجين. الدايت الأفلاتوكسينز اللي تصنع من بعض الفنجي تكون ممكن انه واحد ياخذ هذه الأطعمة اللي بها هاي النوع من الفطريات اللي تصنع الأفلاتوكسينز وتكون ايضا من مسببات الكانسر ومن ضمن الميوتاجين. اور اللايف ستايل سموكينج الكيميكالز كارسينوجين اكت
accumulatively tobacco, food additives, coloring agent, and aflatoxins are common carcinogen in our environment. بعض يعني التدخين الإضافات الغذائية كتكون ألوان نكهات مواد حافظة أيضا هذه الفود أديتيفز أو كولورينج ايجنت ممكن تكون هي الكومن كارسينوجين ان اور انفايرمنت. Thousands of chemical are known mutagen and carcinogen. آلاف المركبات الكيميائية تعرف كميوتاجين and carcinogen. الميوتاجين قلنا انه تسبب تغير بالجين وتزيد من سبب احتمال سرعة حدوث الكانسر، والكارسينوجين الكيميكالز اللي ممكن ما تسبب الميوتيشن لكن تسبب كانسر. البايوكيميكال تشينجز which occur in cancer cell are. شنو الأشياء الكيميائية اللي تحدث بداخل الخلية اللي تصاب بالكانسر؟ increase synthesis of RNA and DNA, increase activity of ribonucleotide reductase enzyme. Ribonucleotide reductase required for the formation of deoxyribonucleotide from ribonucleotide. اللي الانزيم اللي نحتاجه بتحول ال RNA الى DNA، فالريبونيوكليوتيد ريدكتيز فتزداد فعاليته. increase the rate of aerobic and anaerobic glycolysis, thus more pyruvate is produced than can be metabolized. فبالتالي كل ما تزداد عملية الجلايكولايسيس كل ما زادت تصنيع البايروفيت عن الحاجة، فهذا يؤدي إلى excessive production of lactate and lactic acidosis results synthesis of certain fetal protein example carcino embryonic antigen and appropriate synthesis of certain growth factor and hormones. Alteration of cell surface due to change in the composition of glycoproteins or glycosphingolipids. فهذه البايوكيميكالز تشينجز اللي تحدث انه اما تصنيع بروتينات عند الاطفال مثل الكارسينو امبريونيك انتيجين فيزيد حدوث الكانسر، او تصنيع عوامل نمو وهرمونات ما مناسبة للحالة الطبيعية، أو إعاقة لسطح الخلايا فيغير تركيب الجلايكوبروتين والجلايكوسفينغوليبس فما يعني يتغير شكلها، وبالتالي تكثر انقسامات الخلية ويكون هذا التغير من مسببات يعني احد نواتج الكانسر. types of cancer. cancer are classified according to the tissue and cell type from which they arise. يعني تقسيم الكانسر حيعتمد على اساس الانسجة والخلايا اللي منعتها ينتج. الكارسينوماس cancer arises from epithelial tissue. sarcomas cancer arises from mesenchymal tissue. leukemia cancer of blood forming organs. lymphomas cancer of lymph node. والهيباتوماس اللي هو الكارسينوما of hepatocytes. الكارسينوجينيسيس and الكارسينوجين. الكارسينوجينيسيس هي means formation of cancer. تكون الكانسر هو كارسينوجينيسيس. agent which can induce cancer are called carcinogen. العوامل اللي تحث او تحث على حدوث الكانسر يسموها الكارسينوجين. الكارسينوجين are variety of external agents which are divided into three groups. فالكارسينوجين العوامل المسببة للكنسر تقسم إلى ثلاث عوامل رئيسية: chemical carcinogen,
physical carcinogen and biological carcinogen depending upon the mode of action. فبالاعتماد على طبيعة فعالية هذه الكارسينوجين, الكارسينوجين كيميكال they are divided into two groups, initiation of carcinogen و promoters of carcinogen. العوامل الكيميائية حتشتغل بطريقتين, أما تكون بادئة للكارسينوجينيسيز يعني بداية هي اللي تسبب الكارسينوجينيسيز تحدث حدوث مسببة بحدوث الكانسر, أو تكون بروموتر محفزة للكارسينوجينيسيس. هسه نشوف الانشيشن اوف كارسينوجين الكارسينوجينيسيس. الانشيشن أو الانشيتر اوف كارسينوجينيسيس they are chemicals carcinogens which can initiate the process of hormone are further classified into two subgroups اللي هي تكون اما indirect acting carcinogen او direct acting carcinogen. ال indirect acting carcinogen ال pro carcinogen البرو كارسينوجين. فقلنا انه الـ initiation of carcinogen هي العوامل او الكيميكالز اللي تبدي عملية الـ abnormal new growth of cell النمو الغير طبيعي للخلايا, وتقسم الى العوامل البادئة لحدوث الكانسر الى الاندايركت والدايركت. الاندايركت اكتين كارسينوجين البرو كارسينوجين انه ما قبل الكارسينوجينيسيس. اندايركت اكتين كارسينوجينز ريكواير بارير ميتابوليزم تو بيكام كارسينوجينيك, انه هذه المركبات بطبيعتها هي غير مسببه للسرطان, لكن لما يحدث بها ميتابوليزم تتحول الى مركبات اخرى تكون كارسينوجين. One of more enzyme catalyzed reaction convert pro carcinogen to active carcinogen. وانزيم واحد او اكثر من انزيم يساعد بتحول هذه البرو كارسينوجين الى اكتف كارسينوجين من مواد غير مسببة للسرطان الى مواد مسرطنة. This is called metabolic activation of برو كارسينوجين. هذا يسموه الميتابوليك اكتيفيشن اوف برو كارسينوجين. اكزامبل برو كارسينوجين ار اروماتيك هيدروكربون البنزو البايرين التوباكا سموك اندستريال اند اتموسفيريك بوليوتنتس, انه ممكن انه احنا ناخذها وتكون هي غير مسرطنة, لكن بفعل انزيمات بالجسم انزيم واحد او اكثر من انزيم تتحول الى ميتابولايت الى مركبات تكون كارسينوجين. Naturally occurring product مركبات تتكون طبيعيا الافلوتوكسين بي 1 inorganic compound مركبات غير عضوية فينيل كلورايد والاسبستوس او ميتال لايك النيكل الليد الكروميوم اتسترا. ممكن تكون مركبات عناصر انه عنصر النيكل الرصاص الكروميوم تكون يعني بطبيعتها غير مسرطنة, لكن الميتابولايت اللي إلها يتحول إلى إنه النواتج عنها تكون هي اللي مسببة لحدوث السرطان. النيتروزامين كومباوند داي ميثايل نيتروزامين داي إيثايل نيتروزامين فاوند إن ويسكي إن نيو كار إنتريوس توباكو سموك. هذه المركبات موجودة بالألكهول وموجودة بمعجلات السرعة بالسيارات وبتدخين السكان. الدايركت أكتينج كارسينوجين اللي قلنا هي تكون من ضمن المسببة للكارسينوجين اللي هي كارسينوجينك كامباوند
ومباشرة. These don't require metabolic activation. ما تحتاج metabolic activation. These include mainly various anti-cancer drugs. Example, cyclophosphamide والنيتروز يوريا والأسيتال أمايدوزول أتسترا بروموت أوف كارسينوجينيسيس، إنه هذه المركبات إنه هي علاجات للأنتي كانسر، ما تحتاج عوامل أيضية، ما تتحول إلى مركبات أخرى، هي بذاتها مسببة للكارسينوجينيسيس، فهي تعتبر دايركت كارسينوجين. ف these include many various anti-cancer drugs, cyclophosphamide والنيتروزيوريا والأسيتال أمايدازول اللي تكون promoting of كارسينوجين. البروموترز of كارسينوجين قلنا اكو initiation of carcinogen، بادئ الكارسينوجين واللي عرفناها هي الدايركت والاندايركت. والبروموتر اوف كارسينوجين certain chemical substances are not carcinogenic but they help the initiation cell to proliferate further are called promoters. فانه هي مركبات كيميائية بطبيعتها غير مسرطنة لكن تساعد الخلايا بتغير شكلها او تكون بادئه للكارسينوجينيسيس. بروموترز اوف كارسينوجينيسيس فور اكزامبل الفينول، الفينول باربيتايل، الارتفيشال سويتنرز لايك السكرين اند السكليميتس، انه المحليات الصناعية تعتبر من ضمنها السكرين والسكليميتس او انه الفينول، الفينول باربيتايل هذه بروموتر اوف كارسينوجين. هذا المخطط يوضح لي انه الانشيشن اوف كارسينوجين يكون اما دايركت او الانشيشن اوف كارسينوجين اما دايركت او اندايركت. الاندايركت ميتابوليك اكتيفيشن، الدايركت يكون نو ميتابوليك اكتيفيشن، حتتحول بعد الميتابوليك اللي هي الاندايركت او الدايركت حتكون الفري راديكال. هذا الفري راديكال انتر اكت والدي ان اي يسبب لي ميوتيشن بالدي ان اي وبعدين ديفلوبمنت اوف كانسر. فالفري راديكال المركبات اللي تكون اكتف وغير ثابته فتسبب انه تتفاعل ويا الدي ان اي وبالتالي تسبب الميوتيشن بالدي ان اي وديفلوبمنت اوف كانسر. كل الانشيشن هي بالدايركت وبالاندايركت هي تتحول الى فري راديكال، وهاي فري راديكال تسبب دمج للسيلز وتتفاعل ويا الدي ان اي وتكون محفزة لحدوث الكانسر. الاكشن اوف كيميكال كارسينوجين، كيميكال كارسينوجين ار يوجوالي انجستد از برو كارسينوجين. معظم المواد الكيميائية انه تهضم على انه هي برو كارسينوجين ما قبل تكون انه هي كارسينوجين. They are metabolized in the body, usually in the liver, to become the active carcinogen. Example, 2-acetyl amino fluorine. إنه يهضم ويحول إلى الكبد، وبالكبد يتحول إلى المواد carcinogen. When ingested, is metabolized to produce the ultimate carcinogen sulfate ester of N-hydroxy AAF اللي هو مجرد ما تضاف لمركبات السلفيت ester حيتحول إلى carcinogen. The enzyme responsible for the activation of procarcinogens are cytochrome B450 system. هذا الcytochrome B450 system
هو المسؤول عن فعالية تحول، يعني هو له دور بالديتوكسيفيكيشن انه التخلص من المركبات. فهنا دوره لما يلقى مادة بروكارسينوجين هو يتعامل وياها كمادة غريبة ويحاول انه يخلص الجسم من عتها، لكن من تتحول هذه المادة الى مركب اخر، هذا المركب الاخر يكون كارسينوجين. فهنا سيتوكروم بي 450 سيستم هو اللي مسؤول عن الاكتيفيشن اوف بروكارسينوجين. On other hand, direct carcinogen are the one which interact directly with the target molecule. Example, الميثايل كولانثرين اللي هو يكون هذا مباشر ما يحتاج إلى metabolic activation. إنه direct carcinogen. Mechanism of action of chemical carcinogen are generally electrophile molecule deficient in electron. المركبات المسرطنة هي فاقدة للإلكترونات بطبيعتها. They are readily attacked the nucleophilic electron rich group of DNA. فمباشرة تروح للدي ان اي لان هو يحتوي على نيجاتيفلي تشارج شحنات سالبة والكترونات، فمباشرة تذهب هذه الكارسينوجين لان هي تعتبر الكتروفايلز فاقدة للشحنة فمتعطشة للشحنات تكون. فاول ما تشوف الدي ان اي اللي هو نيوكليوفيليك الكترون ريتش جروب اوف دي ان اي فتتفاعل وياه. Carcinogen may bind covalently to cellular DNA and 2 and 3 and 7 atoms of guanine are highly prone to addition of carcinogen group. أو إنه هاي المركبات الكارسينوجين ترتبط بأصلة تساهمية، يعني مو الكتروفايل ونيوكليوفايل، إنه الكتروفيلك هو شو اسمه تكون من ضمن الالكتروفايلز والنيوكليوفايلك، لا انه شحنات موجبة او فاقد للشحنة مع شحنة فيحدث التجاذب، لا ممكن تكون الاصرة تساهمية فترتبط بالدي ان اي. اكو موقع ان وان 2 ان 3 ان 7 بالجوانين، هذه تكون highly prone to addition of new carcinogen group. المجاميع المسببة للكانسر تجي ترتبط بهذه المواقع N2, N3, N7 of guanine. These changes will lead to DNA alteration. فهذه التغيرات راح تحدث اضطراب بالDNA in spite of DNA repair with increased probability of mutation. فكل ما يصير repairing إصلاح للدي ان اي راح يحدث mutation. الكيميكال كارسينوجين may produce فهنا تحدث عملية increase the probability of mutation and the probability of cancer. Chemical carcinogen may produce the cancer by at the site of the exposure. وين تسبب هاي chemicals carcinogen؟ بالموقع اللي يتعرض للكارسينوجين، يكون مثلا skin cancer in tar workers، فانه at the site of metabolism بالليفر cancer produced by aflatoxin، at the site of elimination بالبلدر cancer in person working with aromatic dyes. فيكون انه site of cancer موقع الكانسر حيحدث، بأما بالموقع اللي يتعرض للكانسر مثلا اللي يستنشق التباكو يعني مثلا لانكس كانسر، او يكون سكين كانسر الجلد اللي يتعرض للمركبات الكيميائية المسببة للكانسر فهذه مباشرة يحدث، او بالموقع اللي يصير بميتابوليزم انه مثلا هذه المركبات تدخل للجسم ويحدث لها ميتابوليزم، وقلنا هذا الميتابوليزم دائما يحدث بالليفر حتى يخلصنا من المواد الضارة، لكن
انه هاي عملية التخلص هتحولها من مواد بروكارسينوجين الى كارسينوجين، ومثل او انه هي اصلا كارسينوجين، هاي المركبات دايركت كارسينوجين ايضا تدخل للليفر حتى يتخلص من عتها، لكن الليفر بطبيعته حيكون المستوعب لهذه الكيميكالز وبالتالي يكون الليفر كانسر. او بالسايت اوف اليمينيشن انه الجسم يريد يطرحها، فعملية الطرح انه اشخاص يعملون بالاصباغ الاروماتيه، فهذول انه يمتصها الجسم ويحولها الى ووتر سوليوبل ويتم طرحها باليورين، لكن من توصل للبلدر تسبب كانسر، لان مثلا يكون هو سوفت تيشو، يكون هذا المكان يكون مستقبل اكثر يعني يتفاعل مع هذه الاروماتيك دايز بصورة أسرع، فبالتالي تكون الـ at the site of elimination. الفيزيكال كارسينوجين بس نتطرق لها إنه هي أنواع الري، الإكس راي، جاما راي، اليو في راي، may be cause formation of pyrimidine dimer، إنه تعمل لي بيرميدين تتفاعل البيرميدين مع بعضها، البيرينيك سايت with consequent break in DNA يكون الابيورينيك سايت بالبيورين يكون تكسر بالدي ان اي and formation of free radicals، تكون جذور حرة and super oxide which cause DNA break leading to somatic mutation. فهذه الفري راديكالز اللي تحدث بالدي ان اي تكسره وتسبب لي انه تغير جيني mutation وبالتالي increase rate of cancer. Exposure of X-ray in fetal life will increase the risk of leukemia in childhood in population studies. Anti-mutagen فإنه تعرض للأطفال إلى الإكس-راي، إلى أشعة إكس، انه ممكن يسبب اللوكيميا. في دراسات يعني حدثت يعني بعض الدراسات اللي سووها على البوبولايشنز السكان، وجدوا انه كثرة التعرض للإكس راي عند الاطفال يسبب اللوكيميا. هسه نجي على الانتي ميوتاجين، الاشياء اللي تكون ضد الميوتاجين او انه تساعدني بالتخلص من الميوتاجين. These are substances which will interfere with the tumor promotion، إنه تعيق عملية تحفز التيومر، مثل فيتامين A and carotenoids are shown to reverse the precarious condition. Precarious condition اللي تكون يعني الشروط الصعبة اللي تحدث الكانسر، انه فيتامين اي والكارتينويدز اللي يشتق من عتل الفيتامين اي تعمل على عكس هذه الحالات. فيتامين اي acts as antioxidant preventing the damage made by free radicals and superoxide. فيتامين اي يعمل كمضاد للأكسدة، يمنع الدمج اللي يحدث بسبب الفري راديكال الجذور الحرة والسوبر أوكسيد. فيتامين سي regularly give to person working with aniline preventing the production of new cancer cases. فإذا الأشخاص اللي يعملون بتماس ويا الانيلاين اللي قلنا هو دايركت كارسينوجين، إذا يأخذ هذا الشخص بصورة منتظمة فيتامين سي فيمنع تحول الأنيلاين إلى new cancer cases. Tuber beans leafy vegetables are shown to interrupt tumor promotion. إنه عندنا الأنواع الخضار الليفية البينز التوبرز تعتبر من المثبطة لمحفزات التيومر. الكركمين اليلو substances in turmeric is known to prevent mutation، انه
تمنع حدوث الميوتيشن. التيومر ماركر أني لازم أعرف التيومر ماركر، ليش أخذ التيومر ماركر؟ They are also called a tumor index substances. They are factors released from the tumor cell which could be detected in the blood and therefore indicate the presence of the tumor in the body. فهذه التيومر ماركر ممكن أنه تخرج من الخلايا اللي يحدث فيها الكانسر، وبالتالي ممكن قياسها بالبلد وتكون عوامل أكشف بها عن وجود الكانسر. They are useful for the following purposes. إنه لها فوائد للأغراض التالية: for follow-up of cancer and monitor the effectiveness of the therapy and also to detect the recurrence of the tumor. فإنه لها دور بعملية متابعة ومراقبة وفعالية العلاج اللي يعطى للأشخاص. تفاسيليتيت ديتكشن اوف كانسر، حتى تسرع بالكشف عن الكانسر. البريزنس اوف تيومر ماركر سجست ذا دايجنوسيس، بات كوشن از تو بي تيكن تو رول اوت اذر نيو نون مالجننت كونديشن. لكن انا لما اقيسها والقاها مرتفعه هي ايضا تساعد على التشخيص، لكن بحالات لازم استبعد الحالات اللي هي نن مالجنت. مثلا عندي الكلان فوسفيتيز، الكلان فوسفيتيز بالالدرلي لما يرتفع الى مستوى معين يكون عندي بون يعني كانسر. لكن بحالة تشيلدرن يعني او تشيلدهود الاطفال، انه ارتفاع الالكلان فوسفيتيز هو حالة طبيعية بسبب انه الايزو انزام اللي يصير عند هذول الاطفال يعني في مرحلة النمو. For prognosis, serum level of the marker may be indicate roughly the tumor load, which in turn indicate whether the disease is curable or not. فإنه استفاد من عدها بالبروغنوسيس، المستوى الماركر ينطيني إيش قد التيومر لود، كمية يعني قياس تركيز هذا الماركر ينطيني حجم التيومر. For localization حتى أحدد موقع الكانسر، experimentally it is shown the radio label antibodies against the marker will be fixed on the tissue producing the marker. فاستخدموا إنه antibodies يخلوها radio labels، إنه بها إشارة إشعاعية، يعني ينطوها مثلا radio label إنه يكون تنطيني radiological إنه إشعاع. فهذه الانتيبودي ترتبط ويا النسيج اللي يحدث الكانسر اللي هو الانتيجين، فمن تتفاعل ويا أقيس تركيز هذا الانتيبودي ينطيني الموقع اللي حدث به الكانسر. هنا عندي بعض أنواع الماركرز اللي تستخدم تكون ماركر اوف كانسر. انكو فيتال برودكت الالفا فيتو بروتين، فهو سيرم ليفل انكريز ان هيباتوما جيرم سيل كانسر. الكارسينوجين امبريونيك انتيجين السي اي اي، ايضا هذا بالكاركتر والغاسترو انتستينال اند لان كانسر. كربوهيدرات انتيجين السي اي 125 اوفريان كانسر اوف ابيثيليال اوريجين. تيشيو انتيجين تيشيو بولي بيبتايد انتيجين جنرال كانسر لود. انزيم الكلاين فوسفيتيز البون سكندرايز. البلاسنتال تايب الكلان فوسفيتيز ريجان لانج والسيمينوما. البروستاتيك اسيد فوسفيتيز اللي يعتبر البي اي بي
بروستيت كانسر سبيسيفيك فور بروستيت كانسر، وعندي البروستيت سبيسيفيك انتي جين ايضا للبروستيت كانسر ويكون هنا مور سبيسيفيك. النيورون سبيسيفيك اناليز نيرفس سيستم تيومر هرمون they and their metabolites البيتا اتش سي جي بالكرونوكارسينوما والكالسيتونين بالمجيلاري تايرويد كارسينوما. عندي البيج اي سي تي اتش هرمون الادرينوكورتيكوتروبيك هرمونز اللانج اوت سيال كانسر البازو اكتيف انتستينال بولي بيبتايد ابدوماس امينو بريكرسر ابتيك ديكربوكسيليشن اوماس فينايل مانديليك اسيد ينطيني بالنيورو بلاستوما. الهيدروكسي اندول اسيتك اسيد كارسينويد سيندروم. تيشيو كاتابوليك برودكت انه الاسجة تنطيني يعني نواتج لتحطم هذا الانسجة الهيدروكسي برولين بون ميتاستيسيس والسيرم بروتين اميونوغلوبولين الاي جي مالتيبل مايلوما الماكروغلوبولينيميا يكون بالماكروغلوبولينيميا انه الجلوبولين الجزء الماكرو من عنده يبدي يظهر فالاميونوغلوبولين الاي جي البنز جونز بروتين يفرز باليورين فهو انديكيشن للمالتيبل مايلوما. هذه في بعض البايوكيميكال ماركرز اللي تعتبر من ضمن الانديكيتورز فور كانسر فتعتبر هي التيومر ماركر. هذه نعرف لازم منعتها انه الكربوهيدرات انتي جين، نعرف الكوفيتال برودكت الانزيمز، ناخذ منعتها مثال، ناخذ البروستيت سبيسيفيك انتي جين، ناخذ الهرمونال اند ذير ميتابولايت، ناخذ بعض منعتها الكالسيتونين مثلا ناخذه كاكزامبل، التشيو كاتابوليك برودكت ايضا ناخذها، والسيرم بروتين ناخذ الاميونوغلوبولين او البنز جونسون بروتين. فمن كل واحد ناخذ اكزامبل واحد عليهم حتى نعرف انه البايوكيميكال تيومر ماركر. اند ثانك يو.